حبايبي طلبة برايمري ساكس، ازيكم؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. يلا بينا مع اخر ليسون في منهج الترم التاني، وهو ليسون 3 and 4، اللي هنفتكر فيه مع بعض ازاي كنا بنجيب الفوليوم اوف كيوبايد، درس خدناه السنة اللي فاتت، وهنتعلم ازاي نجيب الفوليوم لما يكون عندنا الريشيو. ولو كنتوا أول مرة تشوفوني، أنا المهندسة فاطمة ودي قناتي ويكان ماس أند آي سي تي. أتمنى يا رب تكون مفيدة ليكم. ما تنسوش تعملوا سبسكرايب وعملوا لايك عشان الفيديو يوصل لكل أصحابكم. أخدتوا السنة اللي فاتت حبايبي إزاي كنا بنجيب الفوليوم أوف كيوبايد، وعرفتوا إن هو عبارة عن اللينث تايمز الويتش تايمز الهايت، وان اللينث تايمز ويتش ده اللي هو اللون الاورنج اللي قدامك ده هو البيز اريا، هو الاريا اوف ريكتانجل. يعني معنى كده ان انا لما احب اجيب الفوليوم اوف كيوبايد، لو مديني اللينث والويتش هعملهم مالتبلاي الهايت، طيب لو مديني البيز اريا هقدر اجيب الفوليوم بكل سهوله لما اعمل لها مالتبلاي الهايت. طيب تعالوا كده نشوف مع بعض التشيك ده ونحله. بيقولي calculate the volume of each cuboid. احنا اتفقنا ان الفوليوم عبارة عن ايه؟ عبارة عن اللينث اللي هو 7.4 times the width اللي هو 0.9 times the height اللي هو 3.6. هعمل 74 times the 9 هتبقى 666، وبعدين احط الديسمال بوينت بعد 2 places ادي 1 2، يبقى 1 2 احط الديسمال بوينت، وبعد كده اعمل لها مالتبلاي 3.6، يبقى انا هاخد ال 366 واعمل لها تايمز ال 63 هيبقى ايكوال 23976، وعندي الديسمال بوينت هنا بعد رقم واحد وهنا بعد رقمين، يبقى احطها بعد 3 نمبرز 1 بلس 2 ايكوال 3. وما تنساش تكتب اليونت بتاعتك اللي هي متر كيوب. طيب لتر بي، لما يكون بقى جايب لي البيز اريا، يبقى الفوليوم ايكوال البيز اريا اللي هي 12.6 تايمز الهايت اللي هو 5.4، وبرضو هعمل ال 126 times ال 54، وبعد كده هحط الديسمال بوينت after two places. 126 times 54 equal 6104. طيب انا اتفقنا هنحط الديسمال بوينت بعد ايه؟ ادي بعد هنا رقم وهنا رقم، يبقى بعد رقمين، يبقى احطها ما بين ال 8 وال 0، وما تنساش تكتب اليونت بتاعتك سنتيمتر كيوب. طيب تعالى كده لما يقول لي بقى estimate، estimate هنا يعني تقريبي، estimate the volume of the cuboid، عايزني اعمل estimate للفوليوم اللي الدايمنشن بتاعته 6.7 و 5.2 و 8.9. انا لو جيت بصيت لكل نمبر من ده هلاقي ان 6.7 ده هو موجود ما بين ال 6 وموجود ما بين ال 7، يعني 6.7 هو موجود ما بين ال 6 وال 7. انا هقول ان الليست فوليوم بتاعي هو عبارة عن، هشيل الديسمال نمبر، يعني هتعامل مع الهول، هاخد ال 6 بس، هشيل الديسمال نمبر هتعامل مع الهول هاخد ال 5 بس، هشيل الديسمال نمبر هتعامل مع الهول هاخد ال 8 بس. يبقى انا عندي 5 times 6 equal 30، 30 times 8 equal 240 سنتيمتر كيوبد. طيب ال greatest volume بقى، اكبر volume ممكن يبقى موجود، هيبقى كام؟ ان انا هاجي على ال 6 دي واعمل لها ايه؟ بلس 1 يعني 7، وال 5 بلس 1 6، وال 8 بلس 1 9. ليه؟ ليه انا عملت كده؟ تعالى كده على كل نمبر من ده، هو 6.7 موجود ما بين ال 6 وال 7، فمرة هاخده ب 6 ومرة هاخده ب 7. ال 5.2 موجود ما بين ال 5 وما بين ال 6، يبقى مرة هاخده ب 5 ومرة هاخده ب 6. ال 8.9 موجود مرة ب 8 وموجود مرة ب 9، يبقى موجود ما بين ال 8 وما بين ال 9، يبقى هاخده مرة ب 8 وهاخده مرة ب 9. يبقى ال greatest volume عندي equal 7 times 6 equal 42، 42 times 9 2 times 9 18 carry up 1، 4 times 9 36 plus 1 37 سنتيمتر كيوب. يبقى معنى كده ان الفوليوم
موجود ما بين 240 و 378. طيب ازاي اجيب الفوليوم بتاع الكيوبايد وهو مديني نون ريشيو، يعني معرفني النسبة ما بينهم؟ ركز معايا كويس جدا. احنا قلنا ان الفوليوم هو عبارة عن ايه؟ عبارة عن اللينث تايمز الويث تايمز الهايت، صح كده؟ طيب افرض انا جيت على اللينث ده وغيرته، عملت له دبل، معنى ان انا عملت ده دبل يعني عملت له تايمز 2، ومعنى ان هو اتعمل له تايمز 2 يبقى الريزلت كده حصل لها تايمز 2. يعني ايه؟ يعني هو لو قال لي حصل دبل ل 1 دايمنشن يبقى بالطبيعي الفوليوم هو كمان هيحصل له دبل. طيب تعالى كده نبص على النمبر، انا عندي اهو 5 وعندي 4 وعندي 3، جيت اعمل لهم مالتبلاي عشان اجيب الفوليوم، ف 5 تايمز 4 ايكوال 20، 20 تايمز 3 ايكوال 60، يبقى الفوليوم عندي طلع لي ب 60. طيب تخيل كده ان انا خدت ال 5 ده اللينس وعملت له دبل يعني عملت له تايمز 2، فبقى كام؟ بقى 10، فبقى 10 وده 4 زي ما هو وده 3، يبقى 3 تايمز 4 12، 12 تايمز 10 ايكوال 120. طب هو مش ال 120 دي معناها ان انا عملت للفوليوم ده دبل، عملت له تايمز 2؟ يبقى معنى كده انه لما يقول لك دبل 1 دايمنشن يبقى حصل دبل للفوليوم. طيب فرضا انا خدت ال 5 ده عملت له دبل، وخدت الويتس كمان عملت له دبل، يبقى انا هنا عملت تايمز 2 وهنا عملت تايمز 2. طب هو مش الفوليوم ده هو البرودكت بتاعهم؟ يعني 2 تايمز 2 ايكوال 4. يبقى معنى كده ان انا لما اعمل دبل ل 2 دايمنشن يبقى انا خدت الاوريجينال فوليوم، الفوليوم الاساسي، وعملت له تايمز 4. تعالى كده نشوفها مع بعض، ال 5 اهو عملت له تايمز 2 بقى 10، ال 4 عملت له تايمز 2 بقى 8. طيب 3 تايمز 8 ايكوال 24 تايمز 10 ايكوال 240. طب خد الاوريجينال فوليوم كده، الاوريجينال فوليوم اللي هو 60 واعمل له تايمز 4 هيطلع 240 فعلا سنتيمتر كيوب. طيب اعمل دبل ل 3 دايمنشن، مش معناها ان انا خدت ده عملت له تايمز 2 وده تايمز 2 وده تايمز 2؟ طب ما هما الثلاثة اصلا بيتعمل لهم تايمز في بعض عشان اطلع الفوليوم، يبقى انا كده عملت 2 تايمز 2 4، 4 تايمز 2 8، يبقى الاوريجينال فوليوم حصل له تايمز 8 فعلا 60 تايمز 8 ايكوال 480. ومن هنا نستنتج الريشيو بتاعة النيو فوليوم مع الاوريجينال فوليوم. لو قال لي ذا ريشيو، خد بالك من اول ما بشرح الريشيو بقول لك خد بالك خد بالك من الترتيب. هنا بيقول لي ايه؟ النيو فوليوم مع الاوريجينال فوليوم، عملت دبل لوان دايمنشن يبقى ده النيو فوليوم حصل له تايمز 2، يبقى الريشيو عندي 2 to 1. طيب عملت دبل لتو دايمنشن يبقى النيو فوليوم حصل له تايمز 4، يبقى 4 to 1. عملت دبل للثري دايمنشن يبقى النيو فوليوم ده حصل له تايمز 8، يبقى الريشيو بتاعته 8 to 1. ال 8 دي ايه؟ ال 8 دي النيو فوليوم، اما ال 1 دي فهي الاوريجينال، ناخد بالنا. طيب فرضا كده انا بدل ما اعمل للدايمنشن دبل عملت له تريبل، يبقى النيو فوليوم بتاعك ايه؟ مش التريبل دي خدناها في الفيرست تيرم معناها تايم 3، يبقى الريشيو 3 to 1. طيب تخيل كده ان انا عملت تريبل لتو دايمنشن، يبقى 3 تايمز 3 9 to 1. طيب عملت ل 3 دايمنشن، يلا قولوها انتوا، برافو، يبقى 27 عشان 3 تايمز 3 تايمز 3 ايكوال 27 to 1. فعلا اهو 1 دايمنشن حصل له تريبل، يبقى الريشيو 3 to 1. 1 دايمنشن 2 دايمنشن حصل لهم تريبل، يبقى 9 to 1. 3 دايمنشن حصل لهم تريبل، يبقى 27 to 1. طيب فرضا ان ال 1 دايمنشن ده
حصل له divided to، يعني بقى half، يبقى النيو فوليوم للأوريجينال هي 1 to 2، يعني عملت للفوليوم divided to، يعني الأوريجينال بقى double النيو. طيب تعالوا بينا على اللي تشيك ونطبق اللي احنا قلناه. The volume of the cuboid، مدين الفوليوم 50 متر كوب، عايز النيو فوليوم of the cuboid when one dimension is double. احنا قلنا النيو فوليوم النيو to original لما one dimension يحصل له double، يبقى ايه؟ يبقى 2 to 1. يبقى معنى كده ان انا هاخد الفوليوم ده اعمل له ايه؟ times 2. يبقى new volume equal 50 times 2 equal 100 meter cube. طيب لو ال 2 dimension حصل لهم double، قلنا ratio ايه؟ 4 to 1. يبقى هاخد ال 50 وعمل لها multiply ال 4، يعني 200 meter cube. طيب لو 1 dimension triple، قلنا triple يعني ايه؟ يعني times 3. يبقى هاخد الاوريجينال، خد بالك بناخد الاوريجينال اللي مديهولي، تايمز 3 ايكوال 150 متر كيوب. طيب بقى لو 1 دايمنشن ان هاف، ان هاف يبقى انا هعمل ايه في النيو فوليوم؟ هعمل له ديفايدد 2. 1 دايمنشن هاف يعني الفوليوم حصل له ديفايدد 2، يبقى ايكوال 25 متر كيوب. ونوع المسائل ده مهم جدا جدا وهيجي لك منه في الامتحان. ويلا بينا على أسئلة المعاصر. بيقول لي find the volume of each cuboid. طبعا احنا عارفين ان طريقة ان انا اجيب الفوليوم دي سهلة جدا، ان انا هعمل ايه؟ length times width times height، يعني 4.5 times 8.5 times 3، واحلهم بكل سهولة. 45 times 85 equal 3825، وحط الديسمال بوينت بعد رقمين، times 3 equal 11475، وحط الديسمال بوينت بعد رقمين، وما تنساش تكتب اليونت بتاعتك اللي هي سنتيمتر كيوب. طيب نم letter B هحلها ازاي؟ برضو بنفس الطريقة، هقول الفوليوم عندي equal 11.2 times 9.7 times 6، وطبعا بما انهم معمول لهم multiply فالترتيب مش مهم خالص. هاخد 112 times 97 equal 10864، وقلنا الديسمال بوينت عند بعد رقمين فاحطها بعد رقمين، وبعد كده اعمل لها multiply 6 times 6 هتبقى equal 65184، وما تنساش تحط الديسمال بوينت بعد رقمين وتحط اليونت بتاعتك. letter C هحلها بكل سهولة، 7 times 5.6 times 6.3. طيب letter D تعالى كده نجيب الفوليوم، هتبقى 13 times 8 and 1 over 4. ال 8 and 1 over 4 دي انت ممكن تعملها 8.25 times 6 وتشتغل على طول multiply وتكتب الريزلت بتاعتك. فأنا عندي هنا ال 8 and 1 fourth أحولها لديسمال نمبر واشتغل multiply عادي. طيب letter E أنا عندي الفوليوم هنا هو عبارة عن الأريا دي اللي هي الأريا بيج 48.2 times 2.3، وكله هنحله بنفس الطريقة. طيب letter G انا عندي هنا 6 and half، انت ممكن تحول دي ل improper fraction، يعني تقول 6 and half هي عبارة عن 6 times 2 equal 12 plus 1 equal 13 over 2. بما انك انت شغال ما بتستخدمش calculator فعايز تسهل على نفسك عملية multiplication، فهتقول 13 over 2 times 20 وتبتدي تعمل ايه؟ simplify divided 2 equal 1 divided 2 equal 10. 10 times 13 equal 130 centimeter cube. يبقى أنا هنا سهلت على نفسي عملية المالتبليكيشن. وطبعا letter H هعمل 9 times 7.5 و letter I 16.4 times 2.5. طيب number 2 بيقول لي estimate the volume of each cuboid then find the actual volume. احنا اتفقنا بنحل الاستيميشن ازاي؟ انا قلت هنجيب الليست فوليوم،
الليست فوليوم يا حبايبي معناها ان انا باخد الرقم الاصغر. احنا اتفقنا ان 7.5 lies between 7 and 8، هو موجود ما بين 7 وال 8، يبقى انا مره هاخد ال 7 واخد كله، ادي اهو 5 واخد ده 6 واعمل لهم multiply 5 times 6 equal 30 times 7 equal 210 سنتيمتر كيوب، ومره اخد ايه الجريتست فوليوم اللي هو equal ايه equal، ان انا شايف انت ممكن تبص على النمبر اللي انت كتبتها في الجريتست دي وتعمل لها بلس 1 7 بلس 1 8 5 بلس 1 6 6 بلس 1 7 وتعمل لهم multiply 6 times 7 equal 42 42 times 8 2 times 8 equal 16 carry up 1 4 times 8 equal 32 plus 1 33. يبقى أنا كده عرفت إن الفوليوم بتاعي الاستيميشن بتاعته هو موجود ما بين between إيه؟ موجود between 210 and 336. وبما إنه طالب مني الأكشوال فتعالى كده نجيب الأكشوال ونشوف فعلا هل هو هيطلع موجود ما بينهم ولا لأ. الأكشوال عبارة عن 7.5 times 5.5 times 6.5، اتفقنا بتاخد ال 55 تعملها 7 times 75 وبعد كده تعمل times 65. 75 times 55 equal 4125، وأحط الديسمال بوينت بعد رقمين، اوعى تنسى ده درس عليك في الترم التاني، بعمل بلس للديسمال بوينت times 6.5 equal 268,125، والديسمال بوينت هحطها بعد 3 نمبرز عشان هنا بعد رقمين وهنا بعد 1، وفي الملتبلاي انا بعمل لي البليس بلس فهيبقى بعد 3 نمبر، وما تنساش تكتب اليونت بتاعتك. تعالى كده بقى نبص هل ال 268 موجوده ما بين ال 210 و 336، فعلا موجوده يبقى كده صح. وطبعا بنفس الطريقة هنحل بي وسي. عايز الاستيميشن هاخد الأول في الاستيميشن ال 5 times ال 4 times ال 12، شايف أنا بهمل الديسمال نمبر بهمله، وفي الجريتست بعمل إيه؟ بعمل له بلس 1 5 بلس 1 6 4 بلس 1 5 12 بلس 1 13، واجيب الريزلت بتاعتهم واقول ان الاستيميشن موجود ما بينهم. طب الاكشوال، الاكشوال ده الفعلي، يعني النمبرز اللي موجوده عندي بعمل لها مالتبلاي. وخد بالك انت على طول بتجيب الاكشوال، انت ما بتفكرش في موضوع الاستيميشن ده غير لو طلبوا منك، يعني هو لو ما قاليش الاكشوال هات الاكشوال، انت هتجيب الاكشوال. انا في تعاملي كله في الجيومتريك بجيب الاكشوال، الاستيميشن ده فقط لما هو بيطلبه. طيب يلا بينا كده على نمبر 4. The volume of the cuboid هو عبارة عن ال length times ال width times ال height. طب لما يبقى height times يبقى ايه؟ يبقى times ال base area. طيب letter C، ال volume of cuboid لما تكون ال dimension بتاعته 8.3 و 6.5 و 4، طبعا هاخد 3 numbers واعمل لهم multiply. لو جيت خدت ال 4 times 65، 4 times 5 equal 20، ادي 0 carry up 2، 4 times 6 equal 24 plus 2 26، واحط الديسمال بوينت بعد رقم يبقى طلع لي اهو 26، يبقى انا عندي 26 times 8.3، اعمل لهم multiply. طبعا اعمل لهم multiply هيطلع معايا، طبعا احنا خدنا ده بالتفصيل السنة اللي فاتت 2158، واحط الديسمال بوينت بعد رقم واحد واليونت بتاعتي هو كاتبها. طيب letter D، cuboid البيز اريا بتاعته 24.5 والهايت 8.7، طبعا انا هاخد التو نمبرز دول واعمل لهم multiply هيطلع معايا result 213.15. طيب if one dimension of cuboid is double، لو عندي dimension double يبقى الratio of، خد بالك بقى قالك ايه، a new volume to the original volume، a new volume to the original يبقى 2 to 1. طيب if one dimension of cuboid is divided in half then the ratio of، خد بالك original to the new، تمام عايز ال original to the new يبقى برضو 2 to 1. ليه؟ لان حصل divided، معنى كده ان ده ال new volume ده بقى divided 2، يعني لو ال new volume هيبقى 1 to 2، لكن هنا طلب مني العكس،
يبقى الاوريجينال فوليوم هو دبل النيو فوليوم. فعشان كده دايما بقول لك خد بالك من ترتيب الريشيو. الكيوبويد 200 سنتيمتر كيوب. If it lenses it double then the new volume. في عندي لينس دبل يبقى النيو فوليوم ايه؟ هاخد ده واعمله تايمز 2 هيبقى 400. طيب the volume of cuboid 224.5. If all of its dimension are doubled كل الدايمنشن بتاعته دبل يبقى النيو فوليوم هيبقى عبارة عن ايه؟ هيبقى عبارة عن 8 تايمز. خد ده كده وحوله الامبروبر 2 times 24 equal 48 plus 149 يبقى 49 over 2. ليه حولتها الامبروبر؟ عشان هنا هقدر اعمل simplify يبقى divided 2 equal 1 divided 2 equal 4 واعمل 4 times 49. 4 times 9 equal 36 carry up 3. 4 times 4 equal 16 plus 3 equal 19 يبقى 196. طيب بيقول لي لو الكيوبايد of volume مديني الفوليوم و 2 dimension are double يبقى new volume يبقى انا هاخد ده كده واعمل له ايه 36.4 واعمل له times 4 هعمل له times 4 هيطلع معايا 145.6. letter G the volume of a cuboid is 67.45 meter cubed. If its height is divided in half, then the new volume, اتفقنا الراتيو هيحصل ايه؟ ال new volume هيبقى عبارة عن ال volume الاوريجينال divided 2 يعني هعمل له times half يبقى أنا كده هاخد ال 67.45 وأعملها times half. قلت لك خد ال mixed number ده وحوله ل improper. فاكر التحويل ل improper؟ بعمل ايه؟ بعمل denominator times whole 67 times 5 5 times 7 equal 35 add 5 وكاري up 3 6 times 5 equal 30 plus 3 equal 33 يبقى أنت كده عندك 335 plus 4 يبقى اوعى تنسى plus النيموريتور يبقى عندك denominator times whole plus النيموريتور يبقى أنا كده عندي 339 over 5 times 1 over 2 هنا عندي اهو 333.9 يبقى times 1 equals 339 with 2 times 5 equal 10 يبقى divided 10 divided 10 هحرك الديسمال بوينت اللي هنا حركة واحدة to the left هتبقى 33.9 meter cube. طيب number 5 بيقولي find the volume of the cuboid whose dimension are مديني الدايمنشن دي خلاص يبقى أنا الفوليوم بتاعي هاخد ال 3 dimension دول وأعمل لهم إيه؟ وأعمل لهم multiply. طيب الفوليوم of cuboid البيز area أهي والهايت أهو عشان أعمل المultiply ده حولهم ل improper يعني 14 and 1 over 5 دي حولها لامبروبر 14 times 5 equal 70 plus 1 equal 71 over 5 times 2 times 4 8 plus 1 9 يبقى 9 over 2 يبقى انا كده عندي 9 times 1 equal 9 7 times 9 equal 63 والديمونيتور بتاعي 10 فبقى 63.9 سنتيمتر كيوب. يبقى دايما لما يكون عندك ميكسد نمبر حوله لامبروبر عشان يسهل لك عملية المالتبليكيشن. نمبر 7 بيقول لي الكيوبويد مديني الدايمنشن بتاعته وعايز نعمل له استيميت. اتفقنا بنعمل ايه؟ بنجيب الليست الليست فوليوم اللي هو كام 7 times 4 times 8 بتعامل على ان الديسمال بوينت دي مش موجودة وبجيب الجريتست اللي هو عبارة عن ايه؟ عبارة عن ال 8 times 5 times 9 بعمل له plus 1 يبقى بعد ما اعمل لهم multiply يبقى معنى كده ان الفوليوم موجود ما بينهم. طب الاكشوال؟ لا الاكشوال ده يعني انا هاخد ال 3 numbers دول واعمل لهم ايه؟ اعمل لهم multiply. طيب number 8 طبعا المسائل اللي هنا كتيرة جدا جدا فانا هقول الافكار بتاعتها وبعدين ايه؟ كل الشغل بعد كده سهل لانه كله هنعمل multiply بس. هنا choose case in the shape of cuboid.
لما يقول لي ان البيز بتاعته سكوير شيبد ومديني السايد لينس، فانت كده عندك تو دايمنشن، هما لينس ويتس. عندك اللينس ايكوال الويتس ايكوال 6.5، ودي الفكره الوحيده. يعني الفوليوم عباره عن 6.5 تايمز 6.5 تايمز 15 اللي هو الهايت. طبعا هنا في نمبر 9 بيقول لي which is greater كيوبويد، ومديني الدايمنشن بتاعته، ولا كيوبويد ده ومديني الدايمنشن بتاعته دي. طبعا انا هاخد دول اعمل لهم الثلاثه ملتبلاي، وهاخد البيز اريا واعملها ملتبلاي في دي، وهشوف مين فيهم اللي هيطلع لي جريتر. وبكده اكون حليت المساله. هلاقي ان الفوليوم بتاع السكند كيوبويد اللي هو ده هو الجريتر. طب لما يقول لي هنا find the difference between their volume، يبقى هو عايز ايه؟ عايزني اجيب الفوليوم الاولاني ده، تمام، اعمل لهم 3 dimension multiply، وعايزني اجيب الفوليوم بتاع الكيوبويد ده اعمل لهم هما الاثنين multiply، وبعد كده التو فوليوم اللي هيطلعوا هعمل لهم minus. يعني انا هاخد ال 4.2 times ال 5.3 times ال 7 اعمل لهم multiply 155.82، هاخد دول كده ال 8.8 واعمل لها times ال 15.4، فتطلع معايا 135.52. بعد كده اجيب ال difference اعمل ايه؟ هاخد ده واعمله minus لده، تمام. 2 minus 2 0، 8 minus 5 3، decimal point مكان 5 minus 5 0، 5 minus 3 2، وال 1 minus 1 0، يبقى طلعت equal 20.3 meter cube. فالموضوع في المسائل هنا سهل جدا، هي كل الموضوع ممكن تجي لك فكرة صغيرة وكلها أفكار سهلة. يعني مثلا البريمتر ده بتتقرر في كل المسائل، ان هو بيقول لك الكيوبايد على شكل سكوير ومديني البريمتر، يبقى انا من هنا هقدر اجيب السايد اللي هو كام؟ 61.6 ديفايدد ال 4، 6 ديفايدد 4 ايكوال 1، وفي ريميندر 2، 21 ديفايدد 4 ايكوال 5، وصلت للديسمال بوينت احطها، وفي ريميندر عندي 1، 16 ديفايدد 4 ايكوال 4. انا كده طلعت السايد اللي هو اللينث ايكوال ويتس ايكوال 15.4. فلما اجي اجيب الفوليوم خلاص هو بقى عندي 15.4 تايمز ال 15.4 تايمز ال 9.5، واطلعها اعمل لهم 3 نمبرز ملتبلاي واشوف الريزلت كام. طيب هنا نمبر 12 بيقول لي ستودنت استيميت ذات ذا فوليوم اوف 4 meter times 3 meter times 3 over 4 cuboid would be at least 12. هيبقى أقل حاجة 12. Since إن 4 times 3 equal 12. هل هو صح؟ طبعا هو غلط. Incorrect. ليه هو غلط؟ لأن أنا لما أعمل 3 times 4 equal 12 وأجي أعملها times fraction، الفراكشن بيقلل لي النمبر. معنى إن هو بيقلل لي النمبر يعني هو هيطلع أصلاً smaller than 12، مش يبقى أقل حاجة 12، لأ هو هيطلع smaller than 12، فهو كده incorrect. وتعالوا كده بينا على التشالنج، لأن المسألة دي حقيقي مهمة. بيقول لي the ratio between the base dimension of cuboid، مدينا الراتيو بتاعة ال base dimension، وبيقول لي there some 45. يعني معنى كده ان ال 524 بقت 45، تمام، ومديني الهايت 7 1/4. طيب انا عندي الصم بتاع ده لما جينا خدنا الريشيو هو عبارة عن 9 5 + 4 9، نبقى نبص بقى 9 بقى 45 يبقى حصل له تايمز 5، يبقى ال 5 هيحصل له تايمز 5، وال 4 كمان هيحصل له تايمز 5. 5 times 5 equal 25، وال 4 times 5 equal 20، يبقى أنا كده جبت ال 2 dimension، يبقى أنا عندي ال volume equal 20 times 25 times، خد ال number ده وحوله ل improper، 4 times 7 28 plus 1 29، يبقى 29 over 4، divided 4 equal 1 divided 4 equal 5، 5 times 25 equal 125 times 29، اعمل لهم multiply هيطلع 3625 سنتيمتر كيوب. فالجزء ده
خد بالك منه، ومسألة زي دي مهمة وتجيلك في الامتحان. ليه؟ لأن الجزء ده احنا خدناه وشرحناه بالتفصيل وعليك في منهجك، تمام؟ فانت دايما بتبص الصم ده حصل له ايه، زاد ازاي، حصل له تايمز 5 عشان هو الصم بتاعه 9، يبقى كل واحد من ده يحصل له تايمز 5، وبكده انا جبت الاوريجينال دايمنشن، فاشتغل لينث تايمز ويدث تايمز هايت عادي جدا. ويلا بينا على اهم اسئله المعاصر. فوليوم اوف كيوبويد عباره عن البيز اريا تايمز هايت طبعا. نمبر 2، ذا فوليوم اوف ذا فولوينج كيوبويد، طبعا انا هاخد 5.4 هعملها تايمز 6.2 تايمز 3.4 واعمل الثري نمبرز دول مالتبلاي هتطلع معايا لتر سي. طيب ذا فوليوم اوف ذا فولوينج كيوبويد، طبعا هاخد ال 8.2 تايمز ال 42.5 واعمل لهم مالتبلاي هتطلع معايا لتر بي. طبعا المالتبلاي انا اشتغلته جوه السيشن واشتغلناه كتير وبياخد وقت كبير، فانت بتشتغله عادي وبتتعامل معاه، وعندنا الليسون مخصوص في منهجنا بيتكلم عن كده، فانت بتتعامل عادي جدا، بتعمل مالتبلاي وتحط الديسمال بوينت بعد رقمين. نمبر 4، which of the following is the base area for the volume of the following cuboid equal، نديني اهو الفوليوم، يعني انا هاخد 110 واعملها divide 5.5، يعني هنا هزود 0 يعني هتبقى equal 1100 divided 55. 110 divided 55 equal to 0 divided 55 equal 0، يبقى هتطلع معاك letter B. طيب in the cuboid if its height is double then the ratio، خد بالك من ايه بقى، new volume to the original، new volume to the original يبقى 2 to 1. number 6، a building in the shape of cuboid the height 14 will length 12.5 and width 9.1/4. طبعا انا قلت واحنا بنشرح ان ال 1/4 دي هي عبارة عن 0.25، فانت هتتعامل مع النمبرز على هذا الاساس، وهتيجي تاخد ال 3 نمبرز دول وتعمل لهم مالتبلاي عادي جدا، فهتطلع معاك letter A. طيب نمبر 7، الكيوبايد الفوليوم بتاعه 214 وكل الدايمنشن دبل، يبقى النيو فوليوم هيحصل لده تايمز 8، 4 تايمز 8 32، ادي 2 كاري اب 3، 1 تايمز 8 8 بلس 3 11، 1 كاري اب 1، 2 تايمز 8 16 بلس 1 17، يبقى هتكون letter C. طيب نمبر 8، بيقول لي 3 boxes of pizza the width of each box is 25 والhight 5 واللength of the first box is 30 and each box added 2.5 to the previous box's length then the total volume، عايز total volume بتاع 3 boxes، يعني معنى كده ان انا عندي اهو ال width 25 وال height 5، يبقى انا هاجي 25 times 5 equal 125، دي ثابته معايا. ايه اللي بيتغير ال length؟ اول واحد هنا 30، بعد كده هيضيف 2.5 يبقى 32.5، بعد كده هيضيف على اللي تحته 2.5 يبقى 35، يبقى انا هاخد الفوليوم الاولاني ده عباره عن ال 125 واعمل له تايمز 30، يبقى الفوليوم 1 اللي هو ده عباره عن 3750، واخد الفوليوم الثاني اللي هو عباره عن ايه، الفوليوم 2 equal 125 واعمل لها تايمز 32.5، يبقى هتكون 4062.5. طيب هنا هعمل بقى للفوليوم 3 ده هعمل له 125 تايمز 35، احنا ثبتنا الويتس والهايت عشان هما ثابتين، اللي بيختلف عندنا فقط هو اللينس، هعمل لهم مالتبلاي هيطلع معايا 4375، واجي بقى اعمل بلس الكل الفوليوم، فهقول ان الفوليوم بتاعي هو عبارة عن 3750 بلس 4062.5 بلس 4375، الثري فوليوم اللي انا طلعتهم هعمل لهم بلس، هيبقى الريزلت عندي letter B
وبكده حبايبي نكون خلصنا على خير منهج الماس للترم الثاني. استنوني في المراجعة إن شاء الله، تبقى مراجعة قوية جدا على المنهج كامل. وكل سنة وانتم طيبين، واشوفكم على خير.